النهاردة للي تابع تدريبات الفريق مع كوتش موسيماني يلاحظ أن التمرين بدأ الساعة 10 الصبح، وهنا في يعني كلام النهاردة عايز تعود فريقك على اللعب بالنهار، خاصة أن مقابلة المريخ إن شاء الله يوم السبت اللي جاي هتكون الساعة 3 عصرا. فعايز أعرف طبعا رأي كابتن محمد جود إزاي يعني في الموضوع دوت، أنت يعني خلاص بتأهل فريقك أو بتعوده على توقيت وأجواء معينة، يمكن بقالنا كتير كتير جدا جدا ما لعبناش في الظروف والأجواء ديت، واحدة من العوامل اللي المنافس بتاعك بيستخدمها يعني زي المدرب الفني أو المدير الفني بتاع فيتا كلاب لما قالك هنلعبهم الساعة 3 العصر زي ما لعبونا 9 بالليل، يعني ده أصبح عامل من العوامل المؤثرة جدا جدا في الملعب يا كابتن محمد. يعني طبعا اكيد برضو لازم تتاخد في الحسبان حاجه زي كده، يعني لان انا دايما دايما لو تمرين بدري طبيعي جدا هنام بدري، فدي حاجه دي يعني من احسن الحاجات، من احسن حاجات للاعيبه الكوره ان هو ينام بدري. وفي نفس الوقت برضو زي ما حضرتك قلتي، يعني احنا في البطوله الافريقيه بالذات ممكن نلعب في توقيتات كتير جدا، ممكن فريق لان تقريبا الفريق صاحب الارض كابتن هاني هو اللي بيختار الميعاد، والاتحاد المفروض الكاف هو اللي بيحدد الميعاد، لكن بعض المواعيد ساعات بيقولوا ما فيش اضواء، ساعات بيتحدد يعني حسب الملعب، او بيقول لك النادي الاهلي لعب في سيمبا الساعه 3 وكان بيتا كلوب الساعه 3 وكان الاجواء مختلفه شويه. تمام. عشان كده يمكن سام بتقول هل من الطبيعي او من الوارد ان احنا نقرر هذه على اساس ان المريخ كمان، خلي بالك الاجواء في المريخ كمان على مستوى الجماهيري هيكون متواجد جماهير، ودي نقطه هتكلم فيها ان هو دلوقتي سمح انه هيخش جماهير وجماهير كتيره كمان موجوده، فانت شايف ده كمان ازاي في عامل يعني مفيش فير، يعني مش مفيش فير في الموضوع ده، انك في مصر هنا مفيش جماهير ونادي الاهلي يخرج بره المريخ في جماهير، راح كمان على مستوى سيمبا كان في جماهير، انت شايف كمان ده ازاي؟ طبعا انا مش عارف كابتن، طبعا المعايير اللي بتحدد في مصر مفيش جمهور، في السودان في جمهور، انا طبعا مش عارف يعني ممكن يعني هيعملوا مثلا المسحه والبي سي ار قبل ما يدخلوا، انا برضو انا مش عارف برضو يعني بناء على ايه الاتحاد الافريقي وافق على كده.